الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياض. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة إحنا بنصور البرنامج ده من الأراضي المقدسة. شايفين قدامنا دلوقتي الأرض اللي يسوع مشي عليها وجالا يصنع خيراً ويشفي جميع الناس. كان بيمشي في الأرض بتحنن، كان بيشفي، كان بيعمل معجزات، كان بيحب الناس، وهو هو مازال أمس واليوم وإلى الأبد. النهاردة هنسمع اختبار معجزي حصل في البلد دي، في أرض المعجزات. اتنين كابل بيتفرجوا دايما على برنامج المرأة الفاضلة، والرب استخدم كلمة اتقالت في برنامج المرأة الفاضلة شجعت الجوز الزوج وهو بيشجع مراته، وهي بتقابل موقف صعب جدا في حياتها ان بيقولوا لها ان عندك سرطان. تعالوا نشوف القصة دي ونشوف ربنا شجعه ازاي وشجع مراته ازاي والرب عمل ايه، ونرجع تاني نكمل مع بعض. انا ريم نصرة من الرامي، من الجليل، من الاراضي المقدسة. انا في مرقت في ظروف في شهر 7، ظروف كبيرة كتير كتير. كان عندي اختبارات كتير كتير في هذا الشهر، ويعني كله لمجد الرب. يعني أنا عندي إحساس كان إنه كله هذا لمجد الرب، مع كل مخاوفي بس كانت لمجد الرب. يعني مرقت أول إشي، يعني في بس فتت في شهر 7 وكنت معني إنه أنا عن جد هذا الشهر بدي أطلع وأبشر مع حياة المحبة، بيطلعوا حملات على إسبانيا للتبشير. بلشت هناك المحاربات علي. أول إشي عندي يعني بنت فاتت على المستشفى عملت عملية في أول الشهر، وفي نفس اليوم يعني أنا روحت فيه ورحت على الشغل فيه. بعرفش في أي طريقة صار عندي وجع في صدري، وقلت بدي أشوف شو هذا الوجع. لقيت ورم، بس أنا يعني بس شفت الورم لأنه إسا الوضع يعني ما بيطمن لأي بني آدم، دغري بشك الواحد إنه في إشي. بالفعل روحت على البيت وأنا عندي مخاوف كتير، وقلت لأنور إنه هيك يعني أنا بعرفش عندي وجع وشفت ورم، وما حبيتش أحكي لحدا يعني أول بداية، يعني بديش أحكي لأنه بديش أفتح موضوع كبير يعني بين العالم. قلت له شو بدي أعمل؟ قال لي طبيبك هو الرب اللي رح يشفيك. إجت يوم من الأيام على البيت من الشغل، وكان عندها بتقول لي عندي وجع في صدري وكان عندها ورم. فأنا قلت لها في الطبيب الشافي فوق، أنت بس صلي للموضوع وإحنا بنطلع بنعمل دور عند الدكتور. وبالفعل اتصلت وعملت دور لعند الجراح، وأنا طلع كوبات حليم كمان. يعني كنت كتير كتير يعني أقول أفكر شو بدي أقول للدكتور. يعني عينت الدور، وبعد يومين راحت عند الطبيب كشف عليها. بقولها بدي أعمل لك صورة أتراساوند عشان كان شاكك إنه عنده من هذاك المرض. طلعت وفتت لعنده دغري، أول سؤال سألني إياه بعد الفحص بقول لي مين عندكم مريض في العيلة بالسرطان أو حدا؟ أنا هيك انبهلت كتير وطلعت هيك حوالي أقول يا ربي إيش يعني قصده الدكتور، يعني ليش هيك يخوفني هالقد، يعني فوق ما أنا خايف وكمان عم بيزيد خوفي. فأنا كنت أطمنها وأقول لها ما تخافيش، ما فيش إشي عندك. وبالفعل صرت أصلي لها، من هاي اللحظة صرت أصلي لها. أنا طلعت لبرا بقول لي خلص تروحي عند الكاتبة وبتاخدي منها الوراق، كلها الوراق عشان تنزلي على مستشفى في حيفا وتعملي صورة الماموغرافيا اللي هي مفروض أعملها أول طريق إلي. روحت بتفاجئ انه هذا الفحص لازم بعد، يعني انا معيش، يعني انا عم بحكي على اختبار فترته انه بديته مثلا نقول في 8/7 وانا في 17/7 19/7 لازم اكون صرت طالعة على الطياره. طلعت هيك بتقول لي الكاتبه هذا الفحص بده كم يوم تنك تنزلي. بس تعرفي شو الرب، هي كمان مؤمنه، الرب بقول لك الرب يعني كتير كتير هنا له خطه.
أنا ماخدة نسوان كل سنتين بعمل حملة ل 12 مرة، يعني بتعبي سيارة كبيرة وبتنزل نسوان اللي هن فوق ال 50 سنة المفروض يعملوا فحوصات للثدي. قلت لها واو الرب عظيم، يعني ما كلفنيش شيء المشوار، بس إني بدي أركب معهم وأنزل. يعني هن نازلين لأنه عندهم فحص للعمر وأنا الوحيدة الصغيرة بدي أنزل معهم بدي أعمل الفحص، ونزلت. وهي كل الوقت معنا يعني ما تركتنيش ودايما يعني تصبرني وتقول لي ولا إشي مش راح يكون في إشي. المهم إجا دوري فت عملت الفحص وطلعت، فكرت إني يعطوني الجواب، طلعت هيك كمان يعني مش أكذب على حالي كنت كتير 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 خايفة كتير كتير، يعني عملت الصورة وفي الجواب. طلعت قعدت برا وأنا أستنى النسوان تتخلص ومش عارف إيش بدي أعمل. روحت على البيت قلت له أنور إنه ما أعطونيش جواب، زي اللي زعلت عليهم ليش ما أعطونيش جواب إسا وخلص، يعني شو أنا ما عنديش وقت. في نفس الجمعة قالت لي الكاتبة إذا اتصلوا فيك معناته في إشي سلبي، ما اتصلوش فيك خلص بتصلوش، النسوان اللي في شان ده إشي بتصلوش. أنا قعدت و يعني بصلي مع الرب، بس في نفس الوقت كنت أتصل فيها أقولها هي اسمها أسيمة، أقول لها أسيمة في إشي يعني ممكن يكونوا مش متخربطين في رقمي مش متصلين، وهي كان عندي هيك ساعة أكون منيحة وساعة أكون مش منيحة، أضلني هيك خايفة. اتصلت آخر مرة بتقول له أسيمة خلص ريم، يعني إن ما اتصلوش فيك معناته ما اتصلوش فيك. بعد يومين اتصلوا فيها وقالوا لها إنه الجواب طلع سلبي، إنه عندك ممكن من هذاك المرض. بقولوا لي إحنا المفروض إنك تنزلي تعملي أولترا ساوند، أما يعني إنه الفحص طلع سلبي وبدهم إياني أنزل أعمل أولترا ساوند. نزلت، بس قبل ما أنزل أنا كان عندي مشوار إني لازم مفروض إنه كل اللي بدهم يروحوا مع الهيئة تبعت حياة المحبة على إسبانيا يروحوا مع بعض 12 الشهر بالضبط أكون عندهم عبونا نعمل اجتماع. أنا رحت كان معي أنور وكان معي كل الجروب اللي بدي يروح معنا. أطلع هيك حوالي يعني أنا موجودة بيناتهم بس مش عارفة إيش بدي أحكي، إنه أنا المفروض إني أخذ جواب بدي أطلع على الطيارة، بديش أطلع على الطيارة وأنا كتير كتير يعني وقاعدة معهم، بس أنا مش قاعدة فكري مش معهم شيء، الفكرة بس في إيش أنا عم بيصير في وإيش بدي أعمل إذا أنا عن جد أطلع أبشر ولا بديش أطلع على حملة التبشير. ربنا دعانا إننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية. بدعوكم إنكم تكونوا جزء من هذا الجيش اللي يغير العالم. رسلونا على pray@infadila.org. كمان تقدروا تبعتوا لنا طلبات الصلاة على نفس الإيميل pray@infadila.org. النهاردة الفيسبوك وسيلة اتصال سريعة بيعرفنا أخبار بعض. أحب أعرف أخباركم وتعرفوا أخباري. هتلاقوني على صفحة برنامج المرأة الفاضلة أو صفحة إيفات البياضي. 12/7 لما بعتوا لي إنه أطلع الفحص انزلت، بتقول لي أسيمة خلص أنا إسا بتصير فين إنه تكون دورك يعني إشي ضروري ضروري إنك تنزلي أنت قبل ما تطلع على الطيارة. قلت لها إذا بيطلع في إيدك أعملي لي إياها. بالضبط 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 رجعت على المستشفى للفحص في 15 قبل ما اطلع الطياره بيومين 15/7، وهي الايام كنت انا يعني ما حدا بيعلم كيف كنت يعني منهاره يعني مش عارفه خلص عم بفكر ويلي انا في اي محل راح اكون. المهم نزلت المزبوط يعني خواتي في الكنيسه يعني كثير 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 لهم فضل علي في صلوات هون. انا طبعا يعني لما اجاني هيك جواب سلبي ما كنتش بدي احكي، يعني بالاول قلت لانور بدناش نحكي على الموضوع تنشوف الجواب، بديش يعني الإشي لانه مرات احنا من كلمه بتصير تكبر لو ما كنتش شيء بيعملوه في إشي. لما وصل الجواب انه سلبي وبدي انزل على حيفا خبرت خواتي في الكنيسه، احنا عندنا فريق شفاعه في الكنيسه دايما منصلي لهيك مواضيع وهيك، طلبت منهم صلاة قبل ما أنزل وطبعا يعني شاركوني وقالوا لي إيش إحنا بدنا ننزل معك. ب15 الشهر 15/7 بالضبط لما عينوا الفحص اللي بدي أنزل عليه قررت إني أروح على الشغل للساعة 12 وأرجع.
من هون من الشغل اروح على الفحص. وصلنا انور الصبح وهو ماصلنا على الطريق، قال لي ما تخافي انا، لانه هو قاعد يطمني لانه هو مش راح يشوفني. قال لي راح تنزلي وراح تكوني مبسوطه والرب معك، وحكى يعني كلام فيه تعزيه وتشجيع. بعديها روحت على البيت، وجيت على البيت فتحت التلفزيون وطلعت القناه الكرمة، والامرأة الفاضلة كانت تصلي لمرض السرطان في الثدي، وبعدين انا بديت اصلي معها وحسيت في سلام. بالفعل الرب اعطاني سلام غير عادي، يعني سلام سلام سلام، يعني بقول لي الرب يعني انه ما فيش اشي عند ريم طمنها. المهم انا فتت على محل شغلي، المحل يعني فاضي فيش فيه حدا، لانه انا بشتغل مع كافيتيريا كنت للطلاب وفيش حدا. مسكت انجيلي، معي انجيل كان، واصلي اصلي يعني كل الوقت اقرا فيه. بعد ما خلص البرنامج اخذت كتابي المقدس، طلعت برا قعدت اقرا اليوميات الصباحيه اللي بقراها كل يوم. بعد ما خلصت قعدت اصلي، بعد ما صليت رجيت احط الكتاب في محله، اشي بداخلي عم بقول لي ابعت ايه لريم وطمنها وعزيها انه ما فيش عندها اشي. بالفعل الرب اعطاني آية وقتها من كورنثوس الاولى اصحاح الاول ومن عدد 4 لعدد 9، وبالفعل بعتها على الموبايل لريم. اي اللي افتحي على كورنثوس الاولى الاصحاح الاول من 4-9 في نفس الوقت اللي هو عم بيحكي، يعني هو عم بتطمن اذا انا قريت الرساله ولا ما قريتهاش. انا قريت الرساله بس يعني مش اللي في الطريقة اللي وصلت. لما حكى معي بقول له إيش هذا الفرح والسلام اللي عندك، يعني أنا قريت وأنا عم بقرأ في الإنجيل بس يعني مش شاعر. بقول لي أنا لما وصلتك الصبح جيت على البيت فتحت التلفزيون دغري على محطة الكرمة، كان برنامج الإمرأة الفاضلة مع الأخت إيفيت بياض، وكانت يوم يعني بالوقت نفسه اللي انا عم بفكر فيك عم بتصلي للنساء اللي عندهم مرض في سرطان الثدي. وبلشت اصلي معها، اصلي اصلي اصلي، واشي غمرني من جوا هيك سلام غير عادي. يقول لي يعني يوصف لي وضعه انه يعني انسان كان طاير بمجد الرب، يعني كان حاسس انه الرب هيك على الارض معه. المهم انه بيقول لي سكرت التلفزيون ورحت اصلي خلوتي، وانا عم بصلي اشي يقول لي ابعت هاي الايه لريم. وبالفعل هي كانت ايه، يعني بس سمعت يعني كيف الاختبار اللي صار معه قلت يعني اكيد اكيد هاي رساله من الرب الي. يمكن الرب كمان انه شايف انه انا ما عنديش هاي، عندي خوف، وهذا الخوف يعني كتير كتير كان اشي مش يعني مش ايجابي كان بالنسبه الي. المهم انا في هذا اليوم كنا مقررين انا وخواتي ننزل في الكنيسه، هن يعني قرروا انه ينزلوا معي ويكونوا معي. قالوا لي انه هذا النهار الك، بننزل وبنقعد مع بعض وبننبسط وبتروحي على الفحص، انه كان فحصي تقريبا 4-4:30، وعلى يعني في وقت كبير من الساعه 12 ننزل واحنا بنقعد مع بعض. والتقينا في اخت يعني اللي هي كمان يعني معنا ومرقت في هاي الاختبارات، وقالت لي انه اطمني. وقعدنا وتغدينا وهيك، واجا وقت الفحص. انا لما اجيت اروح على الفحص ما حبيتش انه الكل نروح مع بعض وهيك، لان انا كنت بدي اكون لحالي، يعني مع انه هن كانوا معي وكنا ناكل وكنا نشرب ومبسوطين، بس انا كنت لحالي. لسا واحدة من الخيات ما قبلت، اللي هي لولو اخت القسيس، ما قبلتش، قالت لي انا بدي اجي معك. قلت لها لولو لا انا بنزل، بتوصلني واحدة من الخيات وخلص، خلونا انا افوت، بديش افرجيهم انا يمكن كنت الاشياء رح امرق كنت يعني فيها. قالت لي انزل معك، قلت لها طيب. قد ما شهدت اجت قعدت معي، وصلنا على المستشفى قعدت تحدي، وبعد ما اجاش دوري، بدي دوري يجي وبديش دوري يجي، يعني كنت هيك اقول لرب يا رب طلعني من هون خلص، ما تخليني اوصل لهي الظروف، يعني بدي اوصل لالترا ساوند وفحوصات، انت يعني قادر، ومش عارف ايش بدي اعمل، وانا بدي اطلع اسبانيا، وانا اكيد يعني هذا اختبار رح امرق فيه واطلع منه. واحكي واحكي ساعه بالمنيح وساعه ابكي، ساعه احكي منيح وساعه ابكي. هسه هي قاعده حدا عم نصلي وصرنا نبكي كثير كثير يعني، وهي تصلي لي يعني تبكي وانا اصلي وابكي.
بس المهم اجوا نادوا قالوا ريم نصرة انه اسا موعدك. اقولها لولو انت قاعده برا بس ما تنسينيش ولا لحظه، يعني ضلك هيك صلي هيك طلعي وما تفكريش في لحظه في العالم، خليكي صلي لي. فتت على الصوره ولا بتقول لي طلب الدكتور، يعني إشي مفاجأة، ما فتش على طلب الدكتور نعملك في الأول صورة نعيد عشان ما تفتيش على هاي الأشياء وخلينا نتأكد هيك والنهاية، مع إنه هو الدكتور يعني كان متأكد يعني من هذا الإشي. بتقول لي هات نعيد الصورة. فتت أعيد الصورة عند هون وقلت في عقلي أقول يعني ما فهمتش الاشي شو قصد الرب من هذا، فهمت انه انا خلص بلشت يعني دي يعيدوا الصوره معناته كثير هذا الوضع مش منيح. عملت الصوره وطلعت قالوا لي اقعدي برا استني بعد في عندك وقت كثير. بعد 5 دقائق بتطلع النرس اللي المفروض تجيب لي الورقه اللي تخبرني ايش لازم وين اي غرفه افوت اعمل الترا ساوند، وهي طالعه لبرا يعني كانت تضحك وتقول لي ريم نصرة روحي على البيت. ايه هقول في حقلي شو ريم نصرة روحي على البيت لهالدرجه روحي على البيت؟ شو فكرت في ايش؟ تقول لي روحي على البيت وترجعيش لانه فيش عندك يعني حتى اللي كان مبين فيش شيء، فيش اثر كان يعني شو الدكتور ما صدقش انه كيف هذا الشيء اللي شافوه في الاول ما شافوش في الاخر. وعلى الساعه 5:15 بالضبط ريم بتتصل فيي وبتقول لي انور بدي اطمنك، بقول لها خير؟ بتقول لي انه فيش اشي عندي. بشكر الرب كبير والرب شافي والرب هو اللي بعطينا النعمه هاي. بلشنا هيك نقول المجد للرب وشو نبكي دموع فرح وهيك، وبطلت اعرف على مين بدي اتصل مع خياتي الموجودات عم بيستنوني في الجواب قبل ما اوصل عندي، اتصل في انور ابعت للقسيس ابعت للكنيسه كلها، بس يعني انه كلهم كانوا عم بيستنوا جوابي وروحت على البيت وكنت طايرة كنت حاسة مجد الرب هيك علي. من جبل الزيتون، جبل الحب اللي كان يسوع دايما بيحب يتقابل مع تلاميذه فيه، برنامج المرأة الفاضلة بيقدم لكم هدية حب، صليب مصنوع من خشب الزيتون. الصلبان دي بنقدمها لكم بعد ما تصلى عليها كذا مرة بواسطة راهبات وأسس صلينا على كل صليب. يا رب الصلبان اللي احنا جبناها هدية لشعبك بنصلي عليها في المكان المقدس يا رب، وبنطلب مسحة شفاء لكل واحد طلب شفاء عنده مشكلة. انت الشداي، انت اللي جيت هنا في ضعف علشان تدينا قوة. ابعتوا لنا ايميل بعنوانكم عشان نبعت لكم الهدية دي. عايزة أقول لكم إن إحنا بنحبكم. الأسيس حاتم جريس من الكنيسة المعمدانية مراناتا في الجليل الأراضي المقدسة. استمعنا لاختبار أنور وريم نصرة في الظروف اللي هن فاتوا فيها، وأول شيء بنحب نشكر الرب لأجل إن الرب له خطط كثيرة في حياة المؤمن، وطبعا أحد الخطط إنه كمان يسمع كلمة الرب عن من خلال التلفزيون، من خلال قناة الكرمة والبرنامج المرأة الفاضلة الأخت إيفيت لأجل هذا البرنامج الرائع. ولكن في عندي يعني شغلة اللي أنا بحب أشاركها في هذا المساء. لما بيجي خبر من هالشكل والخوف اللي بتراكم في داخلنا لما بنسمع إنه لربما أنا مريض أو أحد أصدقائي أو زوجتي أو أخوي أو أي شخص اللي بهمني وبحبه إنه هو مريض، فأول شيء إحنا طبعاً بنلتجئ للرب يسوع المسيح، ولكن إحنا بنعرف إنه كمان في الكتاب المقدس بيحكي يعني أكثر من 19 مرة مذكور في الكتاب المقدس العهد الجديد لما الرب يسوع المسيح قال لا تخف فأنا معك. وكمان يعني بنحب نذكر ونصلي انه اذا بيجي عندك خوف معين او شك من خلال اي مرض، مش مهم ايش المرض اللي بيجي، ولكن مرات بيجينا شك او افكار سلبيه بالاخص لما كمان احنا بنعرف لما ببلش الدكتور يسال اذا كان في شيء حدا في العيله مريض
لربما بتبلش الأفكار السلبية تيجي، لربما أبوي مرض في مرض القلب أو أمي مرضت في مرض السرطان، أو مرات بنفكر بنعرف إنه هي على فكرة كمان لعنات اللي بتيجي من جيل لجيل، ولكن نتذكر إنه الرب يسوع المسيح أخذ اللعنة على نفسه وضعها على خشبة الصليب هناك وحررنا من هاي اللعنات. وصلاتي لإلك في هذا المساء إنه أي مشكلة أو أي فكر سلبي بواجهك أنك تيجي عند الرب يسوع المسيح، لأنه قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. الرب يبارككم ويعطيكم اختبار عظيم، لأنه الله لا يدع متقي أن يجرب أكثر ما أنه يستطاع، ومع التجربة الله ببعث كمان المنفذ. آمين. To
قد ايه الاختبار مشجع وقد ايه فعلا يبني ايمان ناس كتير قوي. انا شخصيا ايماني اتبنى. الله مازال يصنع المعجزات. لما تسمع كلمه اعرف ان ربنا بعت لك الكلمه دي، اتمسك بيها، اتشجع بيها، وشجع اللي حواليك بيها. على فكره الحلقه دي ممكن نتفرج عليها على الويب سايت بتاع المراه الفاضله. زورونا على mfadila.org وتمتعوا بالبرنامج ده مرة تانية. بشجعكم انكم تبعتوا طلبات الصلاة وتبعتوا لنا الاختبارات، يعني احنا عايشين في ارض بعيدة، سمعنا بالاختبار ده ولما جينا سجلناه. لو عندكم اختبار في اي بلد، اختبار حقيقي الرب لمسكوا بيه، تعالوا وشهدوا عن عمل الله. وكمان طلبات الصلاة ابعتوها لنا، ان عندنا مجموعة بتصلي في كل انحاء العالم على طلبات الصلاة بتاعتكم. زورونا على الفيسبوك، اتواصلوا معنا، ودايما افتكروا تصلوا للبرنامج وأسرة البرنامج زي ما احنا بنصلي لكم انتوا تصلوا لنا، لان الصلاة عاملة زي دايرة، ما ينفعش طرف واحد هو اللي يفضل يصلي، لكن كلنا مع بعض بنبني جيش للصلاة. كل ما تشوفونا على البرنامج باركوا البرنامج، باركوا اللي عاملين في البرنامج، اللي باينين واللي مش باينين، وربنا يبارككم. احنا بنحبكم، ودايما افتكروا أنا علي الاختيار إن أصدق كلام ربنا واتشجع وأعرف إن الكلمة دي ليا وأخدها، وهو اللي عليه التغيير. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها.